من كنشكو موقع بكانت بعيد. مراد زيبوح طبعا مواليد 22 شهر 1984، ايضا حاصل على الماستر قانون الجنائي والعلوم الجنائيه، وتابع دراستي في سلك الدكتوراه تخصص القانون الجنائي. طبعا المسيره المهنيه انني الان امارس مهنه المحاماه، ايضا المسيره السياسيه التحقت بصفوف حزب الاستقلال وبالضبط في منظمه شبيه المدرسيه ككاتب الفرع لهذه المنظمه، وانا تلميذ في اعداديه التريفه. كذلك المساري السياسي ارتبط كذلك بالاتحاد العام طلبه المغرب بكذلك في الكليه، ايضا بالشبيبه الاستقلاليه حيث كنت كاتبا للشبيبه الاستقلاليه، بعدها الان نائب لكاتب فرع الحزب، وايضا عضو مقرر للمكتب الاقليمي او المجلس الاقليمي، ايضا عضو المجلس الوطني للحزب، وعضو اللجنه المركزيه للشبيبه الاستقلاليه، والمنسق الاقليمي الان للشبيبه الاستقلاليه. هذا باختصار شديد، إضافة للعمل الميداني أو الجمعوي ككاتب فرع العصبة المغربية للدفاع عن الإنسان فرع بركان، وانخراط كذلك في عديد من الجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الإقليم. والحقيقة أنا لم أعرف الترحال السياسي، ولأنه دخولي للحزب هو دخول في حركة تلاميذية التي كانت تنشط داخل الحزب. من ذلك الوقت لم أعرف حزبا غير حزب استقلال. طبعا ما يمكنش ننكروا انه الاولويات طبعا ما يمكنش غادي الاولويات طبعا هو تقسيم الاولويات، لانه بالضروره فالعمل هو مصدر الرزق، بالتالي كيبقى عنده اولويه اولى. طبعا الاولويات الثانيه والثالثه اللي بغيت نسميوها هي العمل النشاط السياسي او الجمعوي. طبعا في كل شيء كنحاول انا نوفر له الوقت ديالو، كنحاول الان خاصه بعد واحد الفتره اللي كنت ربما كنعرف فيها واحد النوع ديال النشاط في مجموعه ديال التنظيمات او مجموعه ديال الاصعده، انا كنحاول نخفف، كنحاول نقص مجموعه ديال المهام على اعتبار انه الايام ربما القادمه ما غاديش تسعفني انني نكون فاعل في جميع الميادين او في جميع الجبهات اللي بغيت نسميها. طبعا انا بالنسبه لي كمستشار جماعي طبعا انا عضو فقط، ما عنديش مسؤوليه انتخابيه داخل المجلس، وهذه طبعا اول تجربه لي كمنتخب جماعي. طبعا غير باش نوضح لك انا المسؤوليه ديالي، اولا ملي كنتكلموا ان الميثاق الجماعي المنظم لاختصاصات الجماعه هي اختصاصات كتبقى حصرا على المكتب المسير، وبعض الاختصاصات تبقى للرئيس وحده. اذا فباعتباري مستشار جماعي، فالدور ديال المستشار للاسف خلال المنظومه القانونيه الحاليه عنده دور فقط، دور رقابي، وكذلك دور مشاركه في اللجان. اللجان طبعا تابعه للمجلس، وهذه اللجان حتى القرارات ديالها راه غير ملزمه، بمعنى انها كتبقى للمكتب المسير، والدوره هي اللي عندها المشروعيه ديال اعتمادها وغيرها او بالعكس. كذلك في التسيير والتدبير اليومي فالممثل ديال البلديه هما فقط رئيس المجلس واعضاء المكتب المسير. وانا طبعا في اطار اشتغالي في داخل هذا المجلس احاول طبعا واحد القناعه، انطلق من قناعه واحده وهي انطلقت بها نهار اللي انتخبت في المجلس كاول مره. اولا ان اكون واحد النوع ديال صوت اللي ما يمكنش انني غادي نكون فيه
لا مع الاغلبيه ولا مع المعارضه، وانما مع الضمير. كنحكم فيه الضمير في المواقف ديالي بشكل كبير، وكنحكم فيه المنطق، منطق الاشياء وحاجات واحتياجات الساكنه اللي ممكن ان نقدر ان ندافع عليها خلال المشاريع او المقترحات اللي كتقترح في المجلس. فالدور ديالي باعتباري طبعا احنا اعضاء في التحالف او في الائتلاف الحاكم في المجلس، انا شخصيا اعتبر نفسي انني امارس نوع من 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 النقد البناء، او اللي بغيت تسميوها المسانده النقديه، على اعتبار انه هذا هو الدور ديالي الاساسي، لانني ما عنديش مسؤوليه اللي من خلالها ممكن انني نكون فاعل بشكل اكبر في التدبير اليومي ديال المجلس. طبعا هو في الحقيقة هو أنا دائما كانت أمور أعيبها على 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 التدبير اليومي للمجلس، ولكن أعتقد هذا التحالف كان بالنسبة لي هذا هو التحالف الذي أعطاه المواطن البركاني أغلبية الأصوات. كنهضروا على حزب الأصالة والمعاصرة ولا حزب العدالة والتنمية، وكل منهم حصل على 13 أو 14 مقعد، بمعنى كنتكلموا عن مقابل الاحزاب اللي حصلت على 5 أو 6 ديال المقاعد او 3 اللي هو مثلا كمثال ديالنا. اذا كنهضروا على واحد اغلبيه هي هما الاحزاب اللي فعلا انطلقت بواحد الاصوات كبيره في الاقليم، واللي تبتت حتى البرلمان، انتخابات البرلمان، لانها حصلت على الاغلبيه. اذا انا كان التقويم او التقييم ديال المواطن هو تقييم انتخابي، فاعتقد انه هاد المواطنين انصفوا هذا المجلس من خلال الانتخابات البرلمانيه الماضيه. اذا اعتقاد من داخل المجلس هذا فقط يكفي، اعتقد انه لا يكفي، لانه املنا في هذا المجلس كانت كبيره، ولكن انخراطنا داخل هذه المنظومه وانخراطنا داخل المجلس كشف لنا عديد من الاختلالات، عديد من الممارسات التي كانت في الماضي والبعض يحاول تكريسها، ونعترفوا بانه الفاعل السياسي داخل المجلس هو جزء. فالفاعل كنهضروا على الفاعل الموظف، كنهضروا على الفاعل الاداري، كنهضروا حتى على الفاعل ديال السلطه المحليه والدور ديال 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 السلطات الوصيه. اذا كنتكلموا على مجموعه فاعلي اللي دستوريين وقانونيين مازال عندهم قوه داخل التدبير الجماعي. كنهضروا كذلك على الميزانيه، هل فعلا هذه الميزانيه كافيه؟ نهضروا على التدبير، هل فقط التدبير الذاتي او هذه المداخيل الذاتيه اللي كتكون في بعض المرافق اللي كتسيرها البلديه واللي كتجي منها طبعا بعض المداخل، هل هي كافيه؟ اعتقد انه غير كافيه، وتستنزفها بالخصوص تستنزفها الوظائف، اي انها كتخلص بها الوظائف او الاجور ديال الموظفين، فهذه كتستنزف واحد 60 او 70% منها، وكيبقى القليل، وهذاك القليل طبعا لا يكفي لسد مجموعه ديال الامور اللي خصها فقط تسير. فما عدا ان الان المواطنين ينتظروا منا الانجازات وينتظروا الانجازات. اعتقد كيف يمكن ان نتجاوز هذه المرحله؟ اعتقد يجب ان تكون عندنا قرارات راديكاليه من ضمنها مثلا انه ملي كنتكلموا على الان على احتلال الملك العام والتسامح معه، الان كاين بنود في المستوى ديال القانون ديال التدبير، انه ممكن ان نفرضوا غرامات تتوصل لاربعه او خمسه او حتى لعشرة اضعاف المبلغ المخصص للاحتلال، بمعنى يعني واحد كيحتل ملك عام مثلا قهوه او شي مكان اخر كتحتل، هذاك الميط او جوج ميط اللي غادي المفروض انه في الحالات العاديه انه يخلص عليه 10 دراهم يقدر يبقى يخلص عليه 100 درهم لهذاك الميط، وبالتالي غادي نكسب مداخيل، ومن خلالها غادي نحاول نرفع مادام ان اصبحت هذا الاحتلال ديال ملك العام اصبح وكانه اصبح الكل يتسامح معه وكل يمكن يبرر حتى داخل المجلس. وجدنا انه في المعارضه بعد ما اعتبر ان المقاهي تزين المدينه، وفي المعارضه اعتبر ان المقاهي تزين المدينه، وبالتالي ما خصناش، لان انا كنت دخلت في هذه المساله ديال المقاهي اللي اصبحت الان كتجاوز التريتوار، ومع ذلك لقينا انه في الناس اللي في المعارضه اللي كيقول لك انه كتزين وهذه. فاعتقادي بشكل يعني موضوعي انه على الاقل اذا ما قدرناش نحبسوا بعض المظاهر اللي من خلالها كنشوفوا هذه الممارسه، على الاقل غادي نفرضوا عليها غرامات او نفرضوا عليها واحد المجموعه ديال الرسوم اللي ترتفع، واللي من خلالها نكسبوا مداخيل ومن خلالها نقدروا ندبروا. كذلك كاين مجموعه ديال الامور التي لا تستخلصها البلديه واللي مفروض قانونيا ان تستخلصها. اذا للاسف هناك فقر الطاقات الاداريه التقنيه والعلميه داخل الجماعه، هناك اللي كنشتغلوا بنفس الاليات الكلاسيكيه اللي كنا نشتغلوا فيها هذه زمان، بنفس الاليات بنفس العقليه ربما. اذا
ما نحتاجه في الحقيقة هي إرادة راديكالية اللي من خلالها تقدروا نغيروا شي حاجة. أما أنه البعض يعتقد بأنه أن استقرار الجماعة واستقرار هذوك المعاملات ديالها هذا كافي للقول بنجاح المجلس، أعتقد أنه هذا غير كافي، لأنه هذه الممارسات ولا نفس هذه الأمور اللي كانت ديال التسيير اليومي أو التدبير اليومي اللي نحن نديروه، نحن فقط أصبحنا ندبر اليوم ولا نحمل في حقيقة الأمر أي استراتيجية للأسف. وكنا دائما كنجلسوا خصنا نقولوا خصنا نديروا استراتيجيه، ولكن هذا الشيء اللي كنقولوا لك راه بصدق، راه كاع الجماعات وكاع المجالس للاسف ما عمر شي مجلس ولا شي جماعه ولا جلسوا داروا استراتيجيه غير ديال سنه او سنتين ديال الاشتغال. فقط هناك تدبير اليومي، محاوله انه ما يكونش هناك نوع من الانزلاقات في امور مهمه اللي كتهم الساكنه، مثل مثلا تدبير ديال النفايات، تدبير مثلا الامور المرافق العامه ديال الجماعه وغيره. اذا هذا فقط يندرج في اطار التدبير اليومي، للاسف كنا نتمنى اننا نتجاوزه. وفي الحقيقة هو في الحقيقة حينما تكون في المجلس ستنصف المجالس السابقة أكثر، لأنه ملي كتكون في المجلس ملي كتكون كتشوف الواقع المعيش ديال هذه المجالس، وكتشوف كيفاش كتدبر هي وكيفاش الآليات اللي والفرص اللي متاحة لها. طبعا فما نقدرش أنني نكون موضوعي إذا قلت أن واحد المجالس اللي ما كنتش فيها أنا نقدر نقومها من برا. طبعا من برا أنا دائما دابا الآن كنت جينا كمواطن هكا من برا نقدر ننتقد، وكثير من الناس اللي غادي يعجبهم انتقاد، ونقول لهم المجالس السابقه ما دارت والو، وحتى هذا المجلس ما غاديش يدير والو وما دارش. وبالتالي شنو هي الضروره ديال الفعل السياسي والضروره ديال العمل السياسي؟ للاسف انا اللي خصني نقوله هو انهم محتاجين مجموعه ديال اولا التكوين والتاطير للاداره، الاداره بالخصوص كاين ازمه اداره داخل المجلس، باش نكونوا صادقين كاين ازمه اداره، وهذا باش ما يكونش لانه البعض رئيس اي رئيس كيجي كيعتبر ان المحاباه ديال الموظفين اولويه. اعتقد لا، الاداره حينما تكون واحد الاداره اللي عندها المسؤوليه حسب المسؤوليه كتدخل بالوقت كتخرج بالوقت وعارفه الدور ديالها وفاعله وتجتهد وتبدع وتحاسب على 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 على, 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 على الانتاجيه ديالها، نقدروا ديك الساعه اننا نرفعوا، لان هذا مجلس بلدي فهو في النهايه اداره عموميه للمواطن، خصو في النهايه يلقى منتوج اللي يرضى عليه، هذا هو الاساس فيه. اما وجود مشاريع او هدف التالي كيخصو يفتح باب الشراكات وباب المؤسسات طبعا اللي كتمول، وهذا كذلك في عمقه هي اراده الدوله في التنميه. فملي كنمشيو مثلا الناظور او نمشيو لوجده فما نلقاوش انه المجلس البلدي ديال وجده ولا المجلس البلدي ديال الناظور هو اللي دار الاوراش الكبرى اللي عرفناها تما ديال مارشيكا او نعرفوا او الساحات اللي كتعرفها وجده او مجموعه ديال الفضائل. هي اراده الدوله، الدوله خصها تتحمل مسؤوليه التنميه في بركان، وخصها بكل اعلى من اصغر طبعا مستوى لها اللي هي العماله الى اكبر مستوى اللي هي رأس الحكومه. اعتقد ان الدوله هي التي تتحمل مسؤوليه اي اخفاق في التنميه او انطلاقه صحيحه للاقليم. انا سبق ربما وقلت لك انه اولا اللي قلنا برنامج كنقولوا استراتيجيه. انا بالنسبه لي لحد الساعه كل المجالس القرية ما قلتهاش انه كاين انعدام استراتيجيه عمل، انعدام برنامج اللي هو مشروع على بعيد الامد. طبعا للاسف ولينا كنشتغلوا برسائل ديال السلطه، بمعنى انه كما تصيفط الباشا رساله لاحداث، ولات السلطه تبادر اكثر من المجالس المنتخبه في احداث مشاريع، لان اولا هي تملك المال وتملك القوه وتملك السلطه، وهذا هو الاساس، ان سلطه المبادره. ممكن انه باشا او عامل الاقليم يمشي يخلق لك سوق نموذجيه او يخلق لك مشروع محطه طرقيه او شي حاجه ويعطيها لك انت على اساس انك تتبناها، ولكن المبادره كتجي منه لانه هو سلطه، هو يملك هذه السلطه. للاسف هذا توازن السلطات اللي كنا نعتقد انه غادي يكون بعد طبعا الدستور 2011 ما عشناش على المستوى الواقع، لا زالت السلطه التنفيذيه والسلطه التقرير لدى
جهاز، والسلطة المنتخبة هي سلطة فقط تاخذ هذاك الطابع التمثيلية ديال الساكنة، ولكن ما عندهاش سلطة. مازال نظام مساعد. اولا غير باش تكونوا انا ربما الاخوان اللي كانوا حاضرين، انا كان عندي موقف صريح في هذا، انا كنت ضد تمديد لشركه فوغال بنفس المعايير ونفس دفتر التحملات اللي كان عندها، وقلت هذا الكلام وما صوتش. هذا اللي خص تعرفها، لانه غادي تمشي للمحاضره تلقى انني امتنعت على تصويت التمديد وما حضرتش. وهذا موقف ديالي، اعتبرته انه لانه للاسف اللي وجدنا ان حتى المعارضه كانت هي السباقه للتهليل والتطبيل، لانه يكون 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 التمديد بالاضافه لاخر. احنا هذه المؤسسه اللي نتكلموا عليها للاسف اعتقد ان المشكل هو مشكل ديال استمرار الرقابه. واش حنا كمجلس منتخب ولا كساكنه ولا كمجتمع مدني قادرين على ممارسه الرقابه على هذه المرافق؟ بمعنى ان قادرين نترافع ضد الخروقات اللي كتكون. الا كان وجدوا مثلا الان زياده في التعريفه، المجلس البلدي كان واقعي في الطرح ديالو وصدر قرار كيقول ابدي بزياده ما غير قانونيه. المفروض شكون الجهات اللي خصها تتحرك في هذه الحاله؟ المفروض الجهات اللي خصها تتحرك هي السلطه المحليه، هي هاد الناس المتضررين انهم يمشيو يقدموا شكايه لوكيل الملك ديال هذه الزياده باعتبارها زياده غير قانونيه، باش يدخل وكيل الملك في اطار المتابعه ديالو لهذه الشركه اللي كدير وكتخرق المقتضيات المرتبطة بشراكتها أو لأنها تسير مرفق عام. وإذن كان خص السلطات المكلفة بالزجر أنها تدخل في هذه المرحلة الثانية ما بعد ما عبرت المجلس البلدي وعبر المجلس البلدي عن موقفه الصريح من هذا الواقع. اولا غير باش نعرفوا بالنسبه نقل ثاني من فضاء الى فضاء، وبالنسبه للاحكام القضائيه طبعا هي مرتبطه بالفرد، بمعنى انه القضاء الاداري حينما يلغي قرار معين فهو يلغيه لشخص واحد، وبالتالي اي شخص يجد نفسه متضرر من المنع ديالو من تسجيل بالبكالوريا القديمه خصو يلجا للقضاء ويدير دعوه لإلغاء ودعوة الإيقاف كذلك. هي جوج دعوة إيقافية كتكون مستعجلة باش يقدر يمشي ويسجل العام ديالو ويمشي يقرا، وكيبقى دعوة الإلغاء اللي كتبت فيها المحكمة ابتدائيا واستنافيا واللي كيكون هي القرار النهائي من شرعية مشروعية تسجيله في الجامعة أو من عدمه. والمحكمة كانت واضحة لا وجود لشواهد تعليمية تتقدم، ما عندناش حنايا الحليب ولا دانون غدنا شهادة البكالوريا بحالو غاتبيريما في السنة الفلانية. هذاك اعتبرناه هو شطط في استعمال السلطه وتعسف في حق ابناء الشعب اللي الوحيدين اللي كيمشيو للجامعه، اللي حنا كنعرفوا ابناء الطبقات المرموقه فين كتمشي للدراسه العليا، وبالتالي الجامعه هي واحد الفضاء اللي كان مازال ابناء الشعب مازال كيدخلوا له. والان كاين تدبير ما يعتقد بانه هذه الوقفات الاحتجاجيه ديال المعطلين ان السبب ديالها هي الجامعه، وربما هذه هي الاستراتيجيه اللي غاديين بها ان الجامعه يحاولوا يوقفوا هذا المد ديال الدراسات اللي مد ديال الشواهد العليا اللي كيحصلوا عليها الطلبه والشباب بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، واسلوب اعتبرناه غير قانوني، والمحكمه الحمد لله انصفتنا فيه. فقط خص كل متضرر خصو يلجا للقضاء، خصنا نتعلموا الان نشروا ثقافه ان الاداره او الدوله هي جهاز اي قرار ديالو يجب ان نخضعه لسلطه القضاء من اجل البت في مدى مشروعيته. سأكون صادق معك، هذا هو التوجه العام بالنسبة لي في الإخوان اللي كنا في المجلس وكنا في هذه اللجنة. هذه اللجنة في السنة الأولى ديالها رفضت تعطيل المنح
الجمعيات اللي ما عطاتش تقارير أدبية ومالية تثبت ما صرفته في هذه السنوات الماضية أو السنة الماضية اللي قبلت فيها منها. درنا قرار وصدقنا عليه وفي اللجنة تصور أنه خرجوا فقط 4 أو 5 الجمعيات اللي خصها تدي المنحة، والما باقي ما جابوش الوثائق ديالهم ما يديوش. اصطدمنا مع واقع ديال ان هاد الجمعيات كيلجؤوا للمجلس والرئيس المجلس بغاو يديروا وقفه احتجاجيه وهذا المنع علاش، وهذه مع انه المنع قانونيا نظر لهذا التقصير في الادلاء بالوثائق. ولان السنه الاولى اعتبروا بعض الاخوان ان هذه سنه اولى ديالنا وهذه ميزانيه مرتبطه بالمجلس السابق، وربما هذه ما كانش هذا النوع ديال الصرامه في المجالس السابقه، اذن نحاولوا هذا العام نخففوا هذه العمليه ونعطيو المنحه بواحد الشكل اللي خلينا فيه المعيار ديال السنوات الماضيه، بمعنى الجمعيه اللي كانت تدي واحد المبلغ السنه الماضيه حاولنا ان نفس المبلغ او اقل منه على ان اعتبرنا مرحله انتقاليه. واقترحنا انه غادي يكون عندنا، لانه للاسف الجمعيات خص الدعم ديالها يكون دعم على مشروع. دابا ولينا حنا كندعموا على التسيير. ما معنى التسيير؟ بمعنى ان كندعموا جمعيه كنعطيو لها 8000 درهم او مليون، ما غاديش دير لك مشروع، هذيك غادي دير فقط السير اليومي، انها غدا عندها شي نشاط بسيط او عندها مقر خصها تخلص الكرا ديالو في التسير. المجلس البلدي او القوانين المرتبطه بالمنح كترتبط بالمشروع. اقترحنا انه غادي نديرو تكوين هذه الجمعيات من اجل حثهم على اعداد مشاريع واعطائنا هذه المشاريع في يعني في السنه اللي موراها. هذاك الشيء اللي درنا، درنا اكثر من 2 أو 3 تكوينات اللي طوعوا في مجموعه ديال الاساسيده واطر اللي كونوا هذه المجموعه ديال الجمعيات حول اعداد المشروع كيفاش يديروا. اقترحنا في اللجنه المسيره ولجنه ديال المنح، اقترحنا انه كل واحد غادي يجيب لنا مشروع مكتوب وغادي يجي ويدافع عليه امام هذه اللجنه، وحنا مستعدين اننا نجلسوا ونتسنى بحال واحد النوع ديال الا بغينا نقولوا بحال داكشي اللي كيوقع الان في الاخر، انه كل واحد يجيب مشروع ديالو كانها طروحه لناقشوها معاه، ولا المشروع جبنا كندخلوا كشريك شنو باش هو غادي يساهم والمجلس البلدي باش كيساهم، ونديروا هذه الشراكه ونديروا مشاريع حقيقيه اللي تظهر، لانه مبالغ طائله ولكن للاسف طبيعه الانشطه اللي كاينه في المدينه ضعيفه جدا. اقترحنا هذا الشيء ومشينا فيه وهذا، ولكن اصطدم مع بيروقراطيه، اصطدم مع هذا النوع ديال اللي قلنا لانه في هذا مكلف طبعا من ناحية الإدارية للموظفين، أنه كل مشروع يتناقش بوحده. إذن كان واحد النوع ديال دائما التغيير كيكون عنده واحد مجموعة ديال الأعداء اللي كيحاولوا يوقفوا وكيعتبروا أنه ما يمكنش أنه غادي يحقق لنا الأبعاد ديالنا، وربما كاين اللي ربما عنده تصور آخر يعتبروا أنه عنده شي بعد آخر. ولكن حنا اللي أساسي فيه هو حاولنا من خلال هذا العمل هو أننا نحاولوا ما أمكن أنه هذا تدبيرنا لهذا المال العام يكون فيه واحد شويه ديال المنطق واحد شويه ديال المشروعيه، لانه تاكد معايا انه اي جمعيه من هذه الجمعيات الان اللي كتمنح كنت تمشي تطعن في القرار ديال المنح الان اللي كنقدموه واللي كنقدموه لهذه الجمعيات وتمشي تطعن فيه امام القضاء غادي تربح. بمن جمعيه الا جات اليوم وما تعطات لهاش منحه ولا تعطى لها واحد المبلغ، مثلا وحده تعطات لها 8000 درهم وحده تعطات لها 40000 درهم او 50000 درهم ومشات طعنت في المحكمه الاداريه ضد هذا القرار، تاكد انها غادي تربحوا. علاش؟ لانه ما كاينش معايير حقيقيه وموضوعيه اللي كتعطي لنا ان هذا الجمعيه نعطيو لها 8000 درهم وهذا وانا غادي نعطيو لها 80000 درهم، الا ما تعلق طبعا الا كان عندها مركز معين، مركز اللي ربما اللي فيه رواد وفيه كذا بحال المراكز ديال المعاقون او الوضعيات الاجتماعيه المرتبطه بها، اذا فهذو ربما عندها طبيعه معينه، اما من غيره فهناك واحد الجو ربما او إذا بغينا نقولوا لا وجود لمعايير حقيقية. حنا كنحاولوا كثر نوجدوا معايير، ولكن كما قلت لكم سبقت وقلت لكم اليوم نحن في النهاية هذه لجنة استشارية، واحد الوقت عطينا كاع واحد المعدل ديال الجمعيات، الغد ليه اصطدمت مع المكتب المسير بحساباته السياسية طبعا، بحساباته الإنسانية، بمجموعة ديال الاعتبارات، بالخوف ديالو من ردة الفعل ديال الجمعيات، لأنه أصبحت الآن الجمعيات كتلعب واحد الدور ديال الضغط على المجالس في هذا الاتجاه، واصبحت اي جمعيه الان او اي مؤسسه مانحه الا ما عطات شي جمعيه دعم كتمشي دير لها وقفه احتجاجيه وهذه، اذا كنصبحوا كنرضيو الخواطر، وللاسف ما كاينش رقابه على دوك الاموال واش فعلا تصرف في العمل الجمعوي او تصرف في اشياء اخرى، وهذا خصنا نقولوا.
الدور ديال المجالس للاسف المؤسسات المفروضه على الرقابه ديالها على المال العام اللي هو المجلس الاعلى للحسابات وغيره ما كيقومش بالدور اللي خصو يديرو. واعتقد انه غادي يجي اليوم اللي ربما غادي يبغي يقوم بهذا الدور، وبالتالي غادي يصبح المجتمع المدني كامل راهينه بيده، لانه كيستعمل وسائل اللي هي غير مشروعه في التدبير المالي، لانه خصو يكون عنده محاسب، خصو يكون عنده التواصيل والاخر حسابات ماليه، اذا خصو يكون واضح في كل درهم كياخذه من المال العام. فمن ما كيكونش واضح البعض كي غادي يستغل هاد الامور ولو بحسن النيه ديال هاد الجمعيه وياخذوا، ويصبح هاد الجمعيه تورينا رهينه ديال تحريك مسطره معينه للمحاسبه. وغادي يجي واحد النهار اللي غادي نوليو اي جمعيه تنوض وتحتج ولا تكون عندها موقف اللي مشجع، غادي يجبدوا لها واحد العام اللي دات فيه المنحه وخصها تجيستي فيها وخصها تثبتها. اذا غادي تولي هذا مجموعه هذا كانها ملفات الان يتم ادراجها في الخزينه ديال هاد الجهات من اجل الضغط عليها. صادق حتى انا نفس الامور سمعتها، وهذا سؤال ربما خص توجهه لرئيس المجلس البلدي لانه هو خصو يبرر وخصو يكون اسماء، لانه للاسف كنوجدوا اننا مزيان نكونوا هكا نكشفوا بعض الامور، ولكن مزيان تكشف لنا الامور السريه. ربما الان هاد المواقع الالكترونيه وكذا ممكن تكشف لنا، الا كيقول لنا مثلا شي واحد دابا عندكم يقول لنا الاسم ديالو شحال دا، باش حتى حنا كمنتخبين داخل المجلس، واخا حنا فقط يعني اعضاء في المجلس ما عندناش هذيك السلطه، غادي نقدروا نكشفوها، نقدروا ندافعوا من خلالها ضد هاد الممارسات. اما ان فقط كنسمعوا هذا الشيء كيتكتب وشفناه في فيسبوك وشفناه حتى بعض المستشارين اللي تكلموا في هذا الموضوع من دون وثائق، لا اعتقد انه خص اليوم سياسه الفضح، خص الى واحد شفار نقولوا له انت شفار، ونجيبوا الوثائق اللي يقول بان هذاك شفار، وهذاك بانه راه كيستغل المنصب ديالو من اجل المحاباه ديال بعض الفئات. واعتقد حتى البوند كوموند بحد ذاتها الطريقه ديال الاشتغال ديالها في الغموض ديالها اعتقد انها غير قانونيه، وفيها اكيد غادي يكون فيها المحاباه، واكيد غادي تكون فيها هذا النوع ديال الاسترزاق وواحد النوع ديال الاستغلال السياسي، لان طبيعتها خلاتها دائما في سلطه تحت سلطه الرئاسه ديال المجلس. وطبعا ملي كتكون شي حاجه تحت سلطه شخص واحد فاكيد هذا راه ماشي ملك. طبعا اكيد هذا سؤال جوهري، العمل الحقوقي نحن دائما حاضرين فيه. مؤخرا كانت العصبه المغربيه لدفاع الانسان في اقليم بركان كان لها واحد الدوره تكوينيه للمساواه الجهه الشرقيه في مع شراكه مع وزاره العدل، وهذا طبعا اقل من 3 أسابيع كانت هذه الدوره، وكان افتتاح ديالها في المجلس البلدي، وكذلك ورشات ديالها كانت في واحد القاعه ديال الزاكي في مدى، وشاركوا فيها اكثر من 110 ديال الافراد سواء فاعلين مدنيين في بركان او من الجهه الشرقيه. اما اذا كان طبعا ما غاديش نقول لك بانه المشاركه ديال العصبه في السنوات الماضيه كانت مشاركه فاعله في مجموعه ديال الملفات وحاضره، ونحن شخصيا كانت العصبه حاضره بصفتي يعني ككاتب فردي حاضره في اخر وقفه احتجاجيه اللي نظمها ما سمي بالحراك في بركان، واللي كنا حاضرين من خلالها من اجل اولا مراقبه طبعا ما سيقع، لان اعتبرنا انه كان متوقع انه ربما يكون واحد النوع ديال الخرق لحقوق الانسان من خلال طبعا مجموعه ديال البلاغات والبيانات، وهذاك الجيش اللي سمعنا الجيش ديال 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 ديال, ديال ديال بعض الافراد وكذا، والتحريض على هذيك الوقفه. فكنا حاضرين من اجل مراقبه انها تكون في بشكل الهادئ والحقوقي، وفعلا مرت بشكل عادي جدا. وهذا هو الدور ديالي كفاعل حقوقي، هو الرقابه والدفاع عن ملفات وقضايا حقوقيه مرتبطه بالمدينه، هذا هو الدور ديالي. هو اولا طبعا هذا السؤال بحد ذاته جواب،
اصبحنا نعرف انه للاسف اصبحت الانتخابات المعيار ديال الانتخابات هي معيار مرتبط بالمال، بمعنى انه اللي عند الحزب اللي عنده ما يعرف دابا اسمه اللوجيستيك، يعني اللي عنده امكانيات ماليه قويه وعنده الاخر هو اللي كيربح في الانتخابات وهو اللي كيجيب اصوات، بمعنى انه كيغيب المواقف الا طبعا حزب واحد او حزبين. احنا بالنسبه لنا في حزب استقلال الظروف اللي عرفها الحزب ومخاض عسير اللي كان في الانتخابات الماضيه الجماعيه هو كان سبب مباشر في الحصول على اولا على ثلاث المقاعد، ولكن طبعا الاصوات هي تقريبا هي كنا دائما فقط كان ارتفاع ديال الاصوات في الانتخابات اللي فاتت. احنا كنا دائما كنحصلوا على 2000، طبعا رجعنا ل 1000، بمعنى انه المفروض كان يمكن يكون مقاعد اكثر، ولكن لانه كان هناك واحد المشاركه ديال التصويت كبيره، انتم ما كنتوا عارفين وعشتوا ضمن الانتخابات وعرفتوا الظروف اللي كانت فيها، كان هذا النوع ديال الاخر. كان كذلك عدم الاعداد القبلي، لانه كان دخل الحزب في مجموعه ديال الصراعات الداخليه وربما يكون شقاقات، ولكن هذا لا يعني بان حزب استقلال لا زال قوه في الاقليم وفي المدينه، ولا زال طبعا له الكلمه مجموعه ديال القضايا، والشباب ديالو والشابات ديالو لا زالوا فاعلين مجموعه ديال المحطات النضاليه اللي كتعرف المدينه. شوف انا نوضح لك بصدق ما وقع في الانتخابات البرلمانيه، ومن تذكرت خاصه ان اللي كان حاسبه هو ذاك اللي خدا مسؤوليه بمن اخذ ثقه ديال الحزب وتعطات له مسؤوليه سواء كمنتخب او مسؤوليه حزبيه داخل الاقليم. فالمفروض اننا نتصارع او نتنافس حول التزكيه، هذا شيء طبيعي وكتعرفوا كاع الاحزاب السياسيه في الوقت. ولكن حينما ياخذ شي واحد فينا هذيك التزكيه ديال الحزب كيبقى ان ديك الساعه كنناضلوا مع الحزب ما كنناضلوش مع اشخاص. حصلنا في الانتخابات الجماعيه السابقه حصلنا على 83 مستشار، والحزب الثاني خدا 60 مستشار، والحزب الثالث خدا 43، بمعنى ان كنا القوه الاولى في الاقليم، وكنا بمنطق الحسابات كنا ممكن اننا نكونوا نجيبوا مقعد او مقعدين في الحزب. للاسف كاين واحد النوع ديال الانانيه تطغى على مجموعه ديال النفوس ديال البشر، كاين واحد النوع ديال السلطويه كاين الناس اللي كيعتقدوا ان نفوسهم انهم هما قادرين، وكيعتقدوا هذا غرور، كيحسوا بالغرور انه كيعتقدوا انه ربما بسلطه المال قادرين انه يكون يديروا اللي بغاو في مؤسسه الحزب ويقرروا اللي بغاو. للاسف التاريخ كيعلمنا بانه الاراده والنضال القاعدي هو وحده اللي قادر انه يحسم في المواقف ويحسم في النتائج. رغم ما وقع الحمد لله حزب استقلال حصل على مقعد البرلمان، وهذا هو للاسف الخطا اللي كنوقعوا فيه، هو اننا دائما ملي كتجي انتخابات كنحاولوا دائما يكون هذا الصراع ويكون هذا ويكون شقاقات ويكون انه هاد الناس يمشيو يخدموا كاع مع احزاب اخرى، ولكن ملي كتجي موراها كنكون هذاك النوع ديال الحزب وطن كالوطن، يعني غفور لهاد الناس ويرحمهم، ولكن للاسف نفس الممارسه تتكرر، وهذا ربما هو اللي فسد، وهو اللي ربما الان كيهرس الاحزاب الوطنيه في المغرب، هي هذا النوع ديال الممارسات، على عكس طبعا الاحزاب بعض الاحزاب اللي كانوا يوجدوا انها كيمتلكوا عقيده راسخه بالحزب، انه وهذا هو المفروض. ان انا ملي خرجت الحمله الانتخابيه كنلقى واحد الراجل اللي هو شيباني في عمره 80 عام ما عمره ما دخل المقر الحزب، وملي كنقول له ودي علام غتصوت كيقول لي احنا درنا العهد غنصوت على حزب الاستقلال، مع انه ما عرفش كاع شكون اللي مرشح، وما عرفش شكون اللي وما عرفش حتى المقر تاع الحزب، ربما ما عمره ما مشى له لانه كبير، ولكن نهار التصويت مشى على مبدا انه يصوت لحزب الاستقلال. فهذه المبادئ هي اللي خصها تكون راسخه في بعض الاخوان اللي للاسف ربما الغضب ديالهم عماهم على الحقيقه اللي كتقول بانه الاشخاص دائما كيمشيو ولكن الحزب باقي،
والتاريخ باقي، وهذا حزب اللي فيه 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 فيه, فيه أجيال اللي بناه. لا باش لا لا هذا الصراع اللي ديال هذا الانشقاق ولا بغيت تسميه صراع، هذا مؤخرا هادو فقط هاد الناس اللي ما دخلوش للحكومه وكانوا يتسناو ولادهم يولوا وزراء، ما ولاوش ولادهم وزراء، ما دخلناش للحكومه باش يوليو ولادهم وزراء. نهار اللي ما ولاوش ولادهم وزراء صافي خرجوا وداروا انشقوا على داروا بيانات ديالهم وداروا لجنه ديالهم الاخر، وجلسوا بغاو كيعتقدوا ان السبب هو شباط الحميد شباط الامين العام ديال الحزب، اعتقدوا انه هو كان السبب، وتعطات لهم اوحيه لهم لا من خلال الاخ نوش اللي مشى كيتفاوض مع رئيس الحكومه على انه حزب واحد ما يدخلش لواحد باستقرار، مع انه ما عندنا ما حتى شي مشكل، اوحي لهم بانه الا بغيتوا تكونوا في الحكومه وخصكم تغيروا شباط، لان شباط بالضبط امين العام كان عنده مواقف اعتبرها ديمقراطيه، واعتبر المواقف اللي ممكن من خلالها البلاد تزيد لقدام، اللي هي مواقف مرتبطه بانتقاد اللعبه السياسيه في البلاد، انتقاد الادوار اللي كيلعبوا بها فاعلين سياسيين غير مستقلين، وكذلك كان عنده موقف انقلاب حول على الشرعيه ديال 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 رئاسه الحكومه، وطبعا هذا الشيء كامل هو يدفع ثمن المواقف ديالو اللي ربما التاريخ وحده كافي لينصفه فيها. اما القضيه ديال الانشقاق، فالانشقاق الان كان مؤتمر استثنائي، الان هناك واحد النوع ديال 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 تصفيه الخواطر بيناتهم، وهذا الشيء طبعا المسوقيات، وهذا لا ما عندوش حتى انعكاس، لانه هذا كان انشقاقا ذو بعدا بعد جغرافي معين، انه بعض الفئات اللي كتعتبر نفسها هي التي تعطي لحزب الاستقلال، وبالتالي كان خصها تدي للوزارات وما جاتش هذه الامكانيه. واكيد الى جبنا حتى التاريخ كيفاش الامين العام طلع، طلع لانه كان واحد النوع ديال انه ربما يكون تغيير في الحكومه السابقه ويكون تعديل حكومي، ويطلعوا هاد الفئات هادو ويطلعوا يستافدوا من المقاعد. وحزب الاستقلال دائما كان في المعارضه او كان في الحكم، دائما كيبقى حزب الاستقلال بالاطر ديالو بالمناضلين ديالو بالمقرات ديالو مفتوحه، وهذا هو الجميل في هذا الحزب، هو انه حزب ما مرتبطش طبعا بالحكومه، كنا في الحكومه ما كناش دائما الحزب كيبقى محلول وكيبقى عندنا مناضلين، وطبعا الانتهازيين كيمشيو، وهذا مزيان اننا نتنقاو، لانه بعض الحزب اللي في عمره اكثر من 80 سنه راه كتجي واحد المره واحد الفتره خصو يجدد الدماء ديالو، باش يجددها خصو يتنقى من مجموعه ديال الظواهر او الظواهر السياسيه اللي كتعرفها البلاد، اللي فيها انتهازيه وهاد اصحاب الشكاره وغيره وغيره. طبعا انا ماشي مكلف انا نتكلم باسم التنظيم، كنتكلم بصفتي طبعا في اطار الفرع اللي كنتابع له اللي هو فرع بركان. احنا بالنسبه لنا فرع بركان المستوى التنظيمي المؤسسات راه الان تنطلق، مستوى الجمعيات الموازيه التنظيمات الشبابيه، كاين واحد مجموعه ديال البرامج ربما اللي كاينه في رمضان، اذا كاين واحد مجموعه ديال الاعمال اللي المفروض انها تدار. اما ما يتعلق بالاقليم او شيء من هذا القبيل، اعتقد ان الايام كافيله وحدها ان طبعا انها الحزب يرجع للعمل ديالو الدؤوب والانشطه ديالو. طبعا غادي يكون المؤتمر القادم غادي يكون محطه حاسمه، وربما هي اللي غادي تكون من خلالها تصحيح ديال الوضع. انا بصدق انا في الاول اني شفت بعض الدعاوى للحركة، احنا كنا متبعين ما يقع في الحسيني طبعا في الريف بالخصوص،
وكنا متبينو، وطبعا متوقعين انه يقدر انه هذا ينتقل، على اعتبار ان الاحداث التي تقع في الريف خاصه في بركان بالخصوص، فهناك ارتباط وجداني ما بين قبائل ديال بني زناسن وقبائل الريف، على اعتبار ان الاصل في هذه القبائل انهم قبيله واحده اللي هي بني زروال، اللي هي قبيله اللي كيكتبها واحد الجنرال الفرنسي في واحد الكتب ديالو اللي كيأرخو المنطقه، كيتكلم بانه احد القبائل ديال بني زناسن الاصل ديالها من الريف وانتقلت. اذا هنا حتى في اللغه وفي الثقافه ربما نفس الهاجس ونفس اللغه، حتى الوضعيه التاريخيه اللي تكلمنا على التهميش، تكلمنا على العنف اللي تمارس في 84، تكلمنا على الاعتقالات، تكلمنا على طبيعه ديال الجغرافيا وطبيعه ديال التفكير والثقافه، غنتكلموا على نفس التوجه. ولكن الطريقه باش تم منادات الحراك، للاسف المنادات ديالو كانت محتشمه في البدايه، كانت الامور ما تكون باعتقادي ما كانش ممكن شي واحد كاع توصل له الاستجابه ليها، ولكن شكون اللي زاد شهر الحراك؟ شكون اللي زاد خلاه انه حراك بالاصل؟ وانه مؤسسات، هذه مؤسسات تابعه للدوله، هذه مؤسسه تلقى انت مثلا المجلس العلمي، مع احترامي طبعا لهذه المؤسسه اللي طبعا تقوم بواحد الدور فاعل في الاقليم، كذلك المجالس المنتخبه كتسمى تخرج بيان ديال المجالس المنتخبه كامله وتندد الحراك وهذا، وانا عضو منتخب ولم يعرض علي اي واحد هذا البيان، يخرج بيان ديال 100 جمعيه اللي هو عباره على واحد وثيقه حول بحث تاريخي على الاقليم، فيها مجموعه ديال الامور وكذا ضد هذا الحراك والتحريض عليه. خرجنا في فيسبوك مجموعه الحملات ضد واحد الشاب او شابين اللي كانوا تبنوا هذه الفكره ديال انه يخرجوا يقدروا، كان ممكن الوقفه تكون عاديه جدا ويخرجوا الناس عادي جدا، لان الدوله تصالحت مع ثقافه الاحتجاج. ثقافه الاحتجاج اصبحت الان في الرباط، كنت مشي للرباط الان يوميا غادي تلقى وقفه احتجاج امام البرلمان، وهذا فهذا في المركز كاع. اذا وهنا في بركان كانت مجموعه ديال الوقفات اللي كان الناس كتوقف وعادي عادي، مجرد هذا الشحن ديال الناس وحاول التحريض حول هاد الناس وحاول انهم موالين وحتى هما ما نعرف شنو مخاونه، ولا هاد الاسلوب ديال التخوين وديال الزاز، هذا كيخلق لك جو مشحون. اولا كيخلق لك انه التحريض اللي ممكن انه غدا واحد يقول لك انا وطني، غدا يمشي يقدر يقتل لك واحد في الحراك ويعتبروا لانه الدوله قالت بانه خائن او انفصالي، كما خرج الان بيان ديال الحكومه، وكيخرج رؤساء الحكومه وكيقولوا بانه هذا حراك فيه انفصال وفيه كذا. اذا كنت في انفصال معناه انه خصك ما تعتقل هاد الناس وتحاكمهم، لان الخيانه راه العقوبه ديال الاعدام، هادو خونه. اذا هذا الكم ديال التحريض والكم هو اللي جعل الناس تنتبه لانه كاين شي دعوه للوقف احتجاجي نهار 13 اعتقد مايو. الاسلوب ديال اعتقد انه هاد الناس اللي داروا هاد الاسلوب التصدي لهاد الدعوه من هاد الدعوه خصهم يراجعوا نفوسهم، وخصهم في الحقيقه يعرفوا ان النموذج المغربي نجاحه وصموده وعدم انسياقه مع النماذج اللي وقعت في المشرق لليبيا امامنا وسوريا، هو انه عندنا واحد المؤسسات اللي خصها تكون اولا تتعامل بشكل متصالح ومتسامح مع الناس اللي كيخرجوا ويحتجوا ويديروا مواقف ديالهم، من اعتبار ان هذا ثقافه عاديه للمغاربه وما يشوفوش فيها انه نظره ديال انها شي حاجه اللي محظوره ولا جريمه، بالتالي انه كل ممنوع خصنا نعرفوا، كل ممنوع مرغوب. نهار اللي كتمنع الناس وكتقدر عليهم هذا الشيء تما اللي غادي يقبضوا معك المغنات، وخاصه هذه المنطقه معروفه بالاصرار ومعروفه بالاخر، هذاك الاصرار ديالهم هو اللي غادي يجعلهم يخرجوا وينتفضوا كاع. اذا اعتقد خصنا الحكمه. انا شوف اول حاجه من نسميو حراك، ما معنى حراك؟ حراك هو انه كاين واحد الاستمرار ديال الوقفات الاحتجاجيه وتتاليها، وانه كل يوم كترفع الوتيره ديالها وكترفع المطالب ديالها. نقدروا نقولوا منطقه الحسيمه مثلا تعرفوا حراك، لانه هذا حراك هناك اما انت جالس في دارك وغادي تقول غادي ندير وقفه احتجاجيه وتسميها حراك، هذيك ماشي حراك، هذيك وقفه احتجاجيه رمزيه عبرت بها على الموقف ديالك. وانا بالنسبه لي الا كانت حركت كاع هذا الكم الهائل ديال المؤسسات المنتخبه وحركات كاع هاد المؤسسات ديال الدوله، اعتقد انها نجحت، لان مجرد ان تحرك لك هذا الشيء والناس دير بيانات ودير توقيعات راه نجحت، وربما غادي يكون لهاد المؤسسات اللي تابعه للمؤسسات العملاء والمجالس المنتخبه جلست وقالت بانه راه خصنا شي حاجه نديروها، شي تنميه، شي تدشين، بحال هذاك التدشين اللي داروا ديال
ديال المحطه الطرقيه اللي اكتشفنا من بعد انه فقط كان زياره ميدانيه، ولكن عطاو له طابع ديال التدشين وكذا. واعتقد انه هادو اساليب خصنا نتجاوزوهم بحال وبحال هذا الشيء اللي دار ديال التوقيعات وديال البيانات المطلوبه، لان كنعتبروا انها مطلوبه تطلبت من هذوك الناس باش يصدروا بيانات انذاك، وكان شيء وكان الثوره غدا ستقع في المغرب. هذا الشيء ماشي معقول. هو في الحق هذا مؤلم، لان هذا سؤال بحد ذاته كيسائل النخبه، كيسائل اولا النخبه ديال بركان بكل اطيافها السياسيه والجمعويه واقتصاديه، وكذلك المسؤولين، كيسائل كذلك ابناء المنطقه اللي موجودين في مراكز ديال القرار. اذا اعتقد اللي قادر انه يجتهد ويجيب لنا فريق ديال النهضه البركانيه يتسير ب 7 المليار و 6 المليار، قادر انه يجتهد ويجيب لنا مشاريع اللي كتسوى 6 و 7 المليار للاقليم، واللي من خلالها ممكن يعيشوا التنميه. لانه ممكن الا خسرنا في الكره ممكن نربحوا مشاريع اخرى اللي ممكن من خلالها اننا تربح المدينه وتستمر هذه الميزانيه. لان للاسف الشديد ما عرفناش بصدق، ما عرفتش انايا هاد الناس واش كيفكروا فقط انه محتاجين سهرات فنيه ومقابلات بحال هذا الشكل وميزانيه كبرى بحال هذا الشكل فقط، ولا انه الحاجه الاساسيه ديال المواطن هي التنميه، هي مشاريع حقيقيه، هي فضاءات للترفيه، هي واحد مساحات خضراء، هي مستشفيات اللي تليق بالصحه، هي في التعليم، هي مشاريع اللي من خلالها الطرق، من خلالها تمس الساكنه، ومن خلال هذه الاجهزه، ما هو هذه التجهيزات ممكن تجلب مستثمرين اجانب اللي من خلالهم او مستثمرين حتى في المغرب انه ممكن يستثمروا في المدينه. اما في بنيه تحتيه يعني طبعا كارثيه، راك تشوفوا ملي كطيح الشتاء ما يمكنش غدا غادي يجي مستثمر وغادي يراهن انه يدير مصنع او شركه او شيء من هذا القبيل في المدينه. انتم كتعرفوا الان وربما خصكم ديروا تحقيق حول ما يقع نتاع الطور في مجموعه ديال المشاريع في الاقليم، سواء هو المغرب الازرق اللي هو الساحل اللي هو المارينا ديال السعيديه، وكيفاش الان يتعثر هذاك المشروع كيشتغل فقط شهرين في السنه وليد العامله قليله اللي كتستافد منه. نتكلموا كذلك على المغرب الاخضر وكيف ان الان الدوله الان مازال كتعتقد انها ناجحه، ولكن المستوى الفلاح الوسيط والمتوسط هناك واحد النوع ديال التفقير ديالو، والواقع الاقتصادي الان راه كيعرف كارثه ديال الفلاح واللي هو داعمه سواء على المستوى الاقليمي او الفلاحه باعتبارها داعمه وطنيه للاقتصاد. اذا هادو جوج مشاريع للاسف ما عادوش بالنفع للمدينه وما نجحوش، ولكن للاسف ما كاينش الجرأة السياسيه اللي يقدر شي واحد فينا يقول ودي راه خص هذا الشيء اصلاحه، خص تعديله، خص تطويره، خص الخلل نراقبه، خص نعرفه، خص نعترفوا على الاقل بانه كاين خلل. للاسف هذه المشاريع كيعتبرها البعض بانها مشاريع مقدسه وبالتالي ممنوع الخوض فيها، وهذا اعتقادي هو تدبير خاطئ، لاننا نعيش الازمه والازمه مستمره للاسف، ومع ذلك الكل يتآمر على المدينه ويتآمر على هذه الساكنه وعلى الواقع ديالها. للاسف هذا الشيء اللي قلنا الارض اللي خصنا نعرف واحد القضيه، ان التامر على الحركه الوطنيه ولا حزب الاستقلال اللي كنشوفوه اليوم من ضمن اخره انشقاق ديال النقابه ومحاوله انشقاق الحزب، هو انطلق من هذا المبدا. لانه الزعيم علال الفاسي وعبد الله العروي كيذكر من درجات تخلف المشروع السياسي المغربي من بعد الاستقلال، انه بورقيبه الان في تونس كان 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 هو بيك بورقيبه باش تذكرني في تونس كان هو الزعيم علال الفاسي، كانوا جيل واحد في الحركه الوطنيه ديالهم في التاريخ ديالهم، وفنهم في مصر جاو كانوا يقراوا حتى هما في الازهر، يعني في المنظومه الفكريه. الاول جاء عطاو له رئيس دوله في تونس
الثاني طولوا وزير من درجه ثالثه اللي هو وزير الاوقاف الحكومه اللي تراسها البكيلات. اذا هنا نشوفوا الموقع ديال 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 الحركه الوطنيه اللي كانت مثلا في تونس كان نموذج وفي المغرب. اذا كان الخوف دائما من المشروعيه التاريخيه والمشروعيه ديال 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 الحركه الوطنيه، ومن ثم هو الحركه الوطنيه وحزب استقرار بالخصوص كتم ديال ديال المحاصره ديالو، سوء الفهم ضده، طبعا بناء مؤامرات بانه ضد 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 ربما ضد النظام السياسي، او انه يريد استفراد بالسلطه، او انه يريد الحزب الوحيد. كل شيء هذه الاشاعات وكل شيء هذا الشيء هو طبعا كان يقاومه على استمرار. وببساطه حزب استقلال، وليس كل هذا الشيء، حزب استقلال هو حزب ديال جدودنا، ديال جدي وجدك وديال مجموعه ديال 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 الحراك الوطني، كانوا يبغيو البلاد وباغيين الخير وباغيين التغيير في البلاد وباغيين واحد المستقبل اللي يكون افضل، وباغيين هذا الشعب يحس بالحريه طبعا ويحس بالاستقلال السياسي والاقتصادي. ولكن الان للاسف ملي كتمشي دابا نتايا غير لباريس مثلا، غادي تمشي وغادي تشوف تكتشف تما التغلغل الاقتصادي المغربي ديال فرنسا في المغرب، لان غادي تمشي غتلقى جميع هذوك الشركات اللي عندك في باريس اللي هي فرنسا، جميع الشركات اللي في فرنسا مثلا بالمحروقات بالابناك بالاسواق التجاريه كلها من مستنسخه شبيهتها في المغرب او باسم نفس الاسم، بمعنى تغلغل اقتصادي كبير. وبالتالي هاد الدول بحال هادو اللي كيتغلغلوا الاقتصاديين فاكيد غادي يحاولوا انهم يهيمنوا حتى السياسيين. وانتم شفتوا انهم مجموعه ديال المحطات اللي عرفنا فيهم مد وزجر مع هاد الدول هذه اللي كانت مستعمره لينا قبل، سواء مع اسبانيا او مع فرنسا. اذا التغلغل لا زال مستمرا، لم نحقق للاسف اقتصاد وطني حقيقي اللي من خلاله يكون المعمل للعمال والارض لمن يحرثها. للاسف لا زلنا الان نكرس الاقطاع، نكرس التغلغل ديال الراسماليه في التدبير ديالها للمعامل. كنتغلغلوا الان اللي عنده 100 دكتار الدوله كتعطي له 100 اخرى، اما اللي عنده 4 دكتارات او 5 دكتارات فهذا كيعيش الفقر المدقع. أول حاجة المسألة ديال القضية ديال تونس الموسمية، الآن حنا أمام التنفيذ ديال الملف، ونتمنى أنه يتنفذ الصالح ديالهم، وهذا كان أقل تعويض ممكن نحصلوا عليه، على اعتبار أن هذه ممارسة تمارست عليهم اللي كانت لا ديمقراطية، وأكثر من ذلك أن الإدارة أمعنت في الإضرار بهم من خلال أنه ما نفذتش الحكم. إذن فاعتقد انه هذا حقهم. المساله ديال ما يقال، طبعا انا اكون محامي الشعب، اتمنى واعتقد انه كل محامون الذي يمارس مهنه المحاماه فهم محامون ديال الشعب، لانه كاين شعب واحد باختلاف طبقته الاجتماعيه. ولكن نتمنى اننا نكون فاعلين، باعتبار ان المهنه كنعتبروها رساله اللي من خلالها كنحاولوا ندافعوا، ونتمنى ندافعوا طبعا على الفئه اللي كتكون محتاجة أكثر ندافعوا عليها، وتكون وخاصة في حالات إنسانية اللي كتكون كتدعي لنا أننا نكونوا نوقفوا إلى جنبها. وهذا طبعا شيء طبيعي وأساسي في المهنة ديالنا، وهذا هو الجوهر الحقيقي ديال مهنة المحامي. بالنسبه لي باش نكونوا صادقين، الحسيمه تاريخيا خصنا ما يمكنش غادي نفصلوا الواقع الحالي عن التاريخ. فتاريخيا كانت الحسيمه والريف كان منطقه يشعر
يشعر سكانها بالظلم، الإهانة، بحجم وفظاعة الجرائم التي ارتكبت في حقها. الاستعمار الإسباني وحكذلك حتى الدولة المغربية في فترة من الفترات، باش نكونوا صادقين، جاءت المصالحة وفعلا تصالح الشعب المغربي مع سلطته، وكانت مجموعة ديال الندوات اللي دارت على الإفصاح على الفضائح اللي وقعت والفواجع اللي وقعت، ونقلت في التلفزة بشكل مباشر ديالها، وهذا كانت تجربة رائدة في المغرب من أجل التصالح. طبعا المصالحة، ما بعد المصالحة عرفنا كذلك ظهور تنمية في مجموعة ديال المرافق، اهتمام ديال السلطة الأولى في البلاد بالريف، وأصبحنا كنشوفوا الملك البلاد يتجول في الحسيمة، وهذا كله كان شيء إيجابي وفي تصالح مع الريف. ما وقع للأسف هو أنه هناك تعطر مجموعة ديال المشاريع والأوراش اللي تفتحت في الريف، هناك كذلك تغلغل مجموعة ديال الأجهزة اللي استطعت أنها تعتبر نفسها هي الناطقة باسم الريف، وأصبحت الآن هي اللي كتكلم باسم الريف، وأصبحت هي الحزب ديالها أصبح هو الأول في الريف، وأصبح هو اللي كيتكلم وكيعتبر نفسه أنه الناطق الرسمي باسم الريف، ومع ذلك ما قادرش يأثر الساكنة، أو أنه الآن يدخل في حوار ويحاول أنه يهدأ الخواطر في الريف. التجربة كانت تجربة للأسف يتحمل هذا الحزب للأسف، كذلك جزء منها هو أنه الآن ما يقع في الريف هو نموذج بسيط فقط لما يقع في المغرب كامل. نتكلموا على الصحة، نتكلموا على التعليم، نتكلموا على البنية التحتية، نتكلموا على مجموعة ديال الأمور، نتكلموا كذلك كيف تعاملت مثلا الدولة في الزلزال الأخير اللي وقع في الريف، وكيفاش أنه إذن نتكلموا على مجموعة ديال الاعتبارات، غادي نوجدوا نفوسنا أن الواقع الحسيمي هو واقع بركاني، هو واقع ديال الخنيفرة، هو الواقع ديال الجنوب، هو الواقع في مجموعة ديال التخوم ديال المملكة. إذن أعتقد أنه خصو تنمية شمولية، تنمية اللي كترتبط بمجموعة ديال المعايير اللي من خلال يستفيد الجميع. إذا الريف عنده خصوصيته أنه عنده هذا النوع ديال الأمور التاريخية اللي كانت لازالت لا تتلاشى، ما تلاشاتش بشكل كبير، ولكن هذا لا يعني بأنه في الريف هذه المطالب اللي اليوم هي مطالب مرتبطة بالخصوص في اعتقادي هو أزمة ديال البطالة. الآن الشباب اللي ينطفئ في الريف، وأغلبه من الناس اللي قراوا معنا في الجامعة وعرفناهم في الجامعة ديال وجدة ومجموعة ديال المواقع الجامعية، أنهم مجموعة ديال الشباب اللي وصلوا داروا وقفة احتجاجية في الرباط، والدولة التزمت معهم في محضر ديال 20 يوليوز بالتوظيف المباشر، وجا الحكومة السابقة اللي قادها بن كيران وتخلات على ذاك الالتزام، ومن بعد أصبح التوظيف المباشر أصبح الآن مغلق. كيفاش غادي نشوفوا ان الازمه هي ازمه جامعه؟ الناس كتخرج من الجامعه، كتخرج هذو الناس اللي عندهم شواهد، وتكلمنا على حاجه اخرى، الناس اللي ما عندهم شواهد وما عندهمش ما عندهمش دبلومات شنو غادي يديروا؟ اذن الى شفنا البنيه العمريه ديال هاد الشباب وسولنا واش خدامين ولا ما خدامش، غادي نلقاو انه اغلبهم ما خدام. ان ما نعيشه في الريف هي انتفاضه حقيقيه ديال البطاله، وهاد البطاله للاسف خص الدوله تجد لها مخرج حقيقي اللي يكفل هاد الناس العيش الكريم، ويكفل لهم واحد العمل مستقر، لانه النهار اللي كيكون هاد الناس خدامين عندهم واحد الدخل معين يقدروا من خلاله انهم يمشيو يقروا وليداتهم في مدارس خاصه، الا كانت الدوله الان تشجع التعليم الخصوصي، ممكن يمشيو للتطبيب في المصحات الخاصه الا كانت عندهم مصحات الدوله الان تشجع المصحات الخاصه. اذن ولكن الاساس هو انه على الاقل تعطي له باش يعيش، ولكن ما يمكنش انت ما تعطيلوش باش يعيش ويمشي للمستشفى ما يلقاش فيها، يلقى تطالو الرونديفو على 6 شهور 7 شهور والوالده ديالو كتموت باش غادي دير السكانير وما عندوش الفلوس. ملي كنهضروا على الريف كنهضروا على مرض خطير اللي منتشر الان في الريف بفعل هذاك الغازات السامه اللي استعملتها الاسبانيا، واللي تبت مجموعه ديال الابحاث واخيرا ربما الدكتور بن شريف في الاطروحه ديالو ثبت لدينا بالخصوص خاصه في هذا الميدان، انه هناك ارتكاب جرائم ديال الحرب
ديال في اسبان ديال اسبانيا في هذه المنطقه هذه، وهي اللي كتخلف لنا الان السرطان وكتخلف لنا مجموعه ديال المخلفات. اذا كيف تتصور معي انه غادي نمشي وانه غادي يقول لك خصك اي دابا للاسف كنوجدوا اي واحد كيمرض خصو يصيفطوه للرباط، يصيفطوه للمركز. ملي كنهضروا للمركز خصو مستشفى خاص وخصو يكري ولا شنو، وباش يكون هو وعائلته. اذا كنهضروا على واحد مجموعه ديال 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 الامور اللي كتخلي للاسف البعض انه ينتفض وانه ينوض ويخرج للشارع ويقول لهم انا دم. ولا لا 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 الاصل، انا الاصل باش تكون عارف انا مزداد في الحسيمه، باش تكون عارف مزداد في الحسيمه في 22/10/1984، وهاد 84 هي اللي عرفت انتفاضه، واحد الانتفاضه كبيره في, في 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 الريف في الحسيمه بالخصوص. والوالده ديالي كانت تحكي لي حول هاد السنه اللي كانت السنه ديال الدخل، وكذلك الاصول ديال الاب ديالي من تافرسيت اللي هي منطقه تبع الدريوش، اقليم الدريوش. كذلك ما ننساوش انني كنعتبر نفسي كذلك من بركان، لانه تربيت هنا وقريت هنا، وطبعا ومارس عملي ونشاطي كله في المدينه بالخصوص. والريفيه شويه ضروري نحافظوا على الهويه، ولكن اكيد اليوم تعربنا، لانه تعربنا شويه. ايوا شوف شنو نقول لك، انا بالنسبه لي الميساج او الرساله، اعتقد حتى الريف الان كيتكلموا بالعربيه، يعني الهويه ولا اللغه ماشي هو باش واعتقد ان الشيء الذي يستفزني بالحقيقه ويؤلمني هو عدم وجود العلم الوطني بصدق. زعما ماشي انا العلم ديال الجمهوريه الريفيه اللي كان ديال عبد الكريم الخطابي، اللي كانت هي اعتقد كانت هي كتنظيم في فتره المغرب كان يعرفه فيه دوله السيبه، لان ما معنى دوله السيبه انه الكل يحكم في مناطق. فمن اجل المقاومه كان ضروري ان تكون هناك تنظيم ما في الريف. وعبد الكريم الخطابي ما ثبت عليه انه كان انفصاليا في يوم من الايام، بل كان دائما وحدويا، وكان يناضل من اجل المغرب مستقل، ومن اجل المغرب يتطور، من اجل المغرب يعني يعرف واحد النوع ديال 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 الاستقلاليه عن الاستعمار. اما ما يؤلمني وربما ولا نعتبره خطا في ما ذهب فيه الحراك، هو المساله ديال العلم. نعتبر العلم هو رمز ديال الوطن، ماشي رمز ديال تنظيم او نظام او حزب او شيء من هذا القبيل. هو رمز ديال الوحده ديالنا. وراهم في نص النهار اللي كانت الوقفه في الحسيمه، كانت وقفات في الرباط، وقفات اللي كانت ترفض فيها العالم للمغرب، وترفع فيها حتى العالم ديال 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 الامازيغيه، اللي الحركه الامازيغيه كحركه ثقافيه. وكذلك هذا العلم اللي كان يرمز بالنسبه لي انايا، هذاك ماشي علم جمهوريه او علم دوله، هو علم لمجموعه مسلحه كانت تجاهد في الريف. كما الان كنشوف مجموعه ديال فتح او حماس او شيء من هذا القبيل، عندهم اعلام او رموز خاصه بها كتنظيم سياسي لبغينا نسميه انذاك. فالعلم اللي كيرفعوا انا كنعتبره هو اللي كيرمز للنضال والكفاح المسلح اللي عرفوا الريف في زمن عبد الكريم الخطابي وما بعد. هو 24 ساعة ما يمكنش غادي تاخذ قرارات، ولكن إذا كان أولوية من أولوية أنه شي واحد ياخذ القرار، وفي هذه الفترة هو أنني نهبط للريف ونجلس مع الناس ديال الحسيمة ونشوفوا شنو باغيين وعلاش راهم ينتفضوا، لأنه هذا هو الدور ديالي كرئيس حكومة، وماشي الدور ديال العامل أو القائد أو الباشا أو الوالي، الدور ديال ولا وزير الداخلية حتى، الدور ديال رئيس الحكومة هو ينزل القواعد ديال الجماهير، ياخذ السلطة ديالو، يجمع العمال والولاة ويكون عنده لانه متابعين له، يحاول يتمسك باختصاصاته، وكذلك يكون فاعل ايجابي ويكون عنده مصداقيه اللي تخليه وتحفظ له هذا النوع ديال 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 الوساطه بينه وبين بين بين الساكنه طبعا وبين اراده الدوله. لانه ما يمكنش الا مشينا في هذا الاتجاه ان اصبح لا وجود لمصداقيه لهذه الوسائط
سواء احزاب او حكومات او جمعيات، غادي نوجدوا نفسنا واحد النهار ان الشعب يحتك بشكل مباشر مع اجهزه الدوله، وغادي يصبح فقط هذاك المخازني هي اللغه او هذاك اللي كيهز العصا وكيهز وسائل ديال القمع الاحتجاج هو الوسيله ديال الحوار الوحيده. للاسف نتمنى ما نوصلوش لهذه الفتره اللي كيولي فيها هذا هو الحوار، هو هذه اللغه ديال الوساطه اللي اصبحت بيننا في المجتمع. ضروره وجود وسائط هي ضروره ملحه. انا كنقول لك استاذ باش نكون معك صادق، اول شيء ملي كتقول لي مشروع اقتصادي معناه الدوله ما بقاتش الان في الدول الراسماليه او الدول الليبراليه الدوله لا تحتكر الاقتصاد، بمعنى الدوله ما يمكنش غادي نسمع لك انا رئيس المجلس الاقليمي غادي يدير شركه ديال صناعه مثلا الكوفيتير او شيبس ديال البطاطا او شيء من هذا القبيل باش غادي نقولوا بانه راه مشروع اقتصادي اللي يقدر يدخل. ولكن الدور ديال الفاعل السياسي او الدوله هو انه تشجع الاستثمار، هي ان تفتح افاق لهذا المستثمر، هي ان تشجعه، هي ان توعيه، هي ان كذلك هاد رجال الاعمال اللي عندنا في البلاد واللي البعض منهم يكدسوا فقط الاموال ديالو في البنك، انه تكون الدوله حريصه على توجيهه نحو الاقتصاد ونحو الاستثمار وتعطي له ضمانات كافيه، انه لانه دائما راس مال كما يقولوا جبان، فتحقق له واحد المجموعه ديال الضمانات اللي من خلالها سواء تشجيعات ضريبيه وتشجيعات اقتصاديه او حتى في المساواه ديال 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 القطع الارضيه اللي غادي تعطي له او مجموعه ديال الامور تكون مشجع، على عكس الان اللي كنوجدوا. الان كنوجدوا انه بعد انا هضرت تكلمت مع مجموعه ديال المستثمرين اللي كنتكلم معاه كيقول لي كنقول له مثلا علاش ما مشيتوش لهذا لاكروب اللي داروا ديال الاخر، كيقول لك اودي راه تما كيتقام غالي كيتباع غالي مقارنه مع انه الا شرى مثلا واحد القطار ولا على برا ولا ومشى بنا فيه مثلا ستاسيون ديالو ولا الاخر ديالو كيتقام له رخيص. اذا واش المفروض انا ملي كندير حي صناعي المفروض انني نشجع الاستثمار الهادف ونشجع المشاريع الهادفه ولا نزيد نعجزها بالمنطق ديال الكراء هذوك المترات ديال الاراضي واقتناء ديالها وغيره. اذا المفروض على الاقل ان هذه الدوله او هذه المؤسسات تشجع هذا الاستثمار. وبعض الدول اللي كتشوفوا راه كتعرفوا ان العالم الان اصبح في ظل هذه الازمه الاقتصاديه اصبح كيمشي لدول اخرى وكيمشي للمستثمرين الاخرين وكيعطيو لهم امتيازات وكيشجعهم وكيدعمهم باش يجيو يستثمروا في البلاد ديالهم، لانه الان اصبح العالم الان قريه صغيره والامكانيات ديال 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 الاتصال كبيره وكذلك ديال اللوجيستيك، بمعنى انه بالنسبه لاوروبا راه يقدر يستثمر، انت راك اقرب نقطه لاوروبا ولكن ممكن يمشي هو لجنوب افريقيا يصنع منتوج ويديه لفرنسا او شي دوله من الدول الاخرى، مع انك انت الاقرب نقطه، لانه كيلقى مثلا في جنوب افريقيا او في دولنا كيلقى بنيه اقتصاديه وبنيه سياسيه وواحد الديمقراطيه وواحد استقرار معين وواحد الاستقلاليه في القضاء على السلطه السياسيه، استقلال الاحزاب على السلطه السياسيه، اذا كينوجدوا واحد الجو عام اللي كيضمن لك الاستقرار. ما نعيشه الان للاسف انه كنوجدوا نفوسنا فقط ما عندناش معايير ديال 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 الاستقرار او ضمانات الاستقرار، لانه كل مره نوجدوا غير واحد ينادي انه يخرج نوجدوا ان الناس دير بلاغات ودير بيان. الا كان عندنا استقرار وكنا واضحين وكنا واحد النوع ديال تيقين ثقه في المؤسسات ديالنا، ففي الدول المتقدمه اللي كيدير شي حاجه كيتعاقب في اطار القانون في اطار المؤسسات، واللي بغى يخرج يحتج راه من حقه يحتج، ولكن طبعا في اطار القانون. ولكن هذا اللي عدم الاحساس بالاستقرار وعدم والخوف من وقوع كوارث في المستقبل هذا راجع لهذا النوع ديال الفساد اللي كتعيشوا بعض المؤسسات وبعض او البعض من الادارات ديالنا. وكذلك كنوجدوا انه هذا التراكم ديال السلطه والمال اللي كنوجدوه كيتراكموا عند بعض
الفئات في المجتمع اللي هي اقليه واللي تبت انه في المغرب انه كاين 10% ديال المغاربه هما اللي كيملكوا الاغلب ديال الملايير ديال الاموال اللي كتستمر في المغرب. اذا هذا النوع ديال عدم التوزيع العادل سواء لا للسلطه ولا للثروه في البلاد هي اللي خلاتنا نعيشوا هذا عدم الاستقرار وعدم الثقه، وكيخلي كذلك المستثمر الاجنبي وكذلك الاحتكار. اذا جينا نتكلموا على الاحتكار، نتكلموا على الاحتكار الاقتصادي، كنوجدوا بعض القوى الاقتصاديه تحتكر الميدان الاقتصادي اللي كتوجد قوى اخرى اللي ممكن تجي تستثمر كتوجدوا انه محتكر وما يمكنلهاش انها تجتهد فيه. اذا هذا ربما شرح فيه يطول. زعيم سي عمران اكيد حتى هو زعيم. وهذا زعيم اممي ودولي، وما نقدروا نقولوا عليه الا انه كان رحمه الله يعني بصم واحد البصمه تاريخيه، للاسف ما خداش المكانه ديالو الصحيحه، وهذا من سبب كذلك ما يقع في الريف، هو انه بعض هاد الرموز ما خداوش حقهم التاريخ، ما نتجت لهم افلام، ما دار لهم برامج وثائقيه في المغرب، ما للاسف كان وجد انا مشيت عند المركز ديالهم مشيت انا للمركز ديال الحسيمه، ربما خديت صور درتها في فيسبوك، انه كاين واحد الاطلال ديال المركز ديالو في اجدير، للاسف كنخليو هذوك الاطلال وما يديرش ما يتمش بناء ديال واحد المتحف او ترميم ديالهم، لان هذه معالم تاريخيه. للاسف حينما نجد انه هؤلاء الرجال لا ينصفون، القبر ديالو لازال في مصر، هذو كلها وسيله من وسائل اللي ربما يستعملها الاخرين لحشد وشحن ساكنه الريف ضد مشروعية اللي بغينا نقولوه التغيير اللي كيعرفوا المغرب. محمد شباط اعتقد انه رجل دخل التاريخ من بابه الواسع. كريم غلاب وزير، شنو نقول لك انا بالنسبه لي سي كريم غلاب، انا بالنسبه لي كمجلس وطني في اخر مجلس وطني صوت من اجل تجميد عضويته، ربما القضاء انصفه، ولكن انا كعضو مجلس وطني اعتبره لا زال مجمد العضويه. احمد بلافريج هذه هامه وطنيه كبرى، كان امين عام للحزب، للاسف لا زال تاريخه غامضا ولا زال ربما لا يتعامل معه بشكل المطلوب. نزار بركة اكيد حفيد والزعيم الفاسي، فهو رجل تقني، واثبت نجاحه في وزاره الماليه في التجربة السابقة، والآن كرئيس للمجلس الاقتصادي والسياسي، أتمنى أن لا يتم اللعب به في هذا الصراع الذي تعرفه مؤسسات خارج الحزب مع الحزب. السياسة العمومية قلتها في الأول أنها مرتبطة أولا بما هو مركزي وما هو محلي، أعتقد المحلي هناك مجهودات، سأكون صادق معك وربما هذا لا يعجب الكثيرين، أعتقد أنه البعض من الإخوان كاين واحد النوع ديال الإرادة اللي كنقول أنها كاينة، للأسف الآليات المرصودة أو الدعم المركزي لهذا الإقليم اللي ضعيف جدا ويكاد يكون منعدم، إذا يجب أن نسائل المركز حول دوره في دعم المشاريع الإقليم وفي تمويل المشاريع ديال الإقليم. سبكاوي نتمنى له كذلك النجاح في المهمة ديالو، أثبت أن الرجل يجتهد، طرح مجموعة ديال الأسئلة ربما في البرلمان، أسئلة كتابية، وهذا دور ديالو في الرقابة ديال الحكومة وفي الأسئلة ديالو، ولكن اللي كنتمناو هما الناس الآن الذين يقودون التجربة الحكومية واللي برلمانيين ديالهم الآن كاينين طبعا كياخذوا رئاسة الحكومة، نتمنى هما يكونوا فاعلين أكثر إحضار مشاريع حقيقية للإقليم. هو هذا اللي بغيت نقول لك، أنه بعض الأحيان كيوصل كبعض المواقع كتوصل الميساج ديال المسؤول للشعب، للأسف
هو مزيان، لانه مزيان انا نعرف الموقع ملي كنبغي مثلا نعرف موقع ديال نعرف اراده ديال المسؤول كندخل موقع معين، ولكن ملي كنبغي نعرف موقف ديال الشعب كندخل موقع اخر، هذا كيبقى الاختيار. وطبعا بيننا غير هو شويه كيكون هذاك ديال المسؤول كيكون فيه الدعم، كتحس به انه مدعوم، كيدار له حفلات كبيره ومهرجانات كيحضروا المسؤولين كيكرموا فيه، بينما دوك المواقع اللي كيهضروا باسم الشعب كيكونوا محاصرين من الدعم وما كيكونش الدعم ديالهم. نتمنوا المسؤولين يعرفوا بان خصهم يوازنوا في هذه الاراده ديالهم انه يدعموا حتى دوك المواقع اللي كيهضروا باسم الشعب. نتمنى الخير، انه نتمنى ان شاء الله ان الكل يساهم في التنميه ويساهم في الاستقرار. اعتقد اختيار السياسي انا داخل حزب الاستقلال هو اختيار ينبع من ايماني بان التغيير يكون تدريجيا، والتغيير يكون من خلال نشر الوعي المجتمعي. فدورنا هو دور توعوي، ودوركم كذلك في الاعلام، دور الفاعل السياسي كذلك، دور ديال السلطات المحليه. نتمنى صادقا ان ياتي اليوم اللي ما يصبحش فيه المال هو المعيار الاساسي والفارز والحاسم في الانتخابات، وما تبقاش فيه كذلك السلطه هي الفاعله فاعله في الميدان السياسي وتدعم اشخاص او ترضى على اشخاص باش ينجحوا او احزاب. اتمنى شي نهار ان شاء الله نشوف بركان حتى هي تكون مصاف في المدن الكبرى اللي كتعرف التنميه، وما نمشوش بعيد. انا بغيتها تكون غير بحال ما تعرفوا الان ناظور او وجده، مدن هذه المدن هذه اللي قريبه لينا، واكيد بالاراده ديال الشباب بالخصوص غادي نوصلوا ان شاء الله. شكرا.